بيتوخ قالو هو عيلت وقدم بمديلو خسودت ملكوش مايونو حاسولي خلدا صاحب الغبطة والنيافة مار بشارة بطرس الراعي بطريرك انطاكيا وسائر المشرق الكلي الطوبة أصحاب السيادة السامي احترامهم قدس الرؤساء العامين الرئيسات العمات المحترمات آباء الأجلاء أخوات الراهبات العائلات المكرمة الأولاد والأحفاد إخوة الأحباء من احترم أباه طالت أيامه فإن بركة الأب توطد بيوت البنين سفر سيراخ للسنة الثانية على التوالي نتلاقى في هذا الصرح البطريرقي لنحيي عيد الأب برئاسة صاحب الغبطة والنيافة الأب الروحي جامع الجميع بمحبته وبركته وعطفه الأبوي العميم ولقد شاءت العناية الإلهية أن يأتي احتفالنا متزامناً مع عيد القديسين بطرس وبولس الأبوين العظيمين في الشهادة والمحبة والإيمان فبطرس يرأس كنيسة المسيح بثباته فيما بولس بتبشيره ينشر رسالة المسيح في الأمم وهما يشكلان مثالاً للأبوة الروحية الحقة للجميع وفي هذا الجو العابق بالأبوة المحبة والرسولية المشعة نعيدكم يا أبانا يا صاحب الغبطة والنيافة وقد اخترتم بطرس اسماً ثانياً وعلامةً لخلافة صخرة البيعة في هذا الشرق ودلالةً على استمرارية بكركي صرحاً إيمانياً كنسياً ووطنياً في وجه كل الصراعات والتحديات الجحيمية وفي هذا الإطار نفسه نعيد صاحب السيادة النائب البطريرك المطران بولس الصياح في عيد شفيعه هو دائماً كبولس الرسول حاضراً للخدمة الأسقفية المساهمة في نشر كلمة الإنجيل وفي تثبيت دعائم كنيستنا المشرقية صاحب الغبطة والنيافة يأتي احتفالنا هذا في إطار تطبيق توصيات النص العاشر للمجمع البطريركي الماروني العائلة المارونية توصية رقم 9 فمرة جديدة نحن هنا من كل لبنان من سائر الأبرشيات المارونية وقد جئنا في هذه المناسبة السعيدة لنصلي ونشكر الرب على نعمه التي يغدقها علينا ونلقي تحية تقدير على العائلات تميزت بكثرة الإنجاب أو بتكريس ابنها الوحيد أو ابنتها الوحيدة للرب كما تمايزت بإيمانها الراسخ في سنة الإيمان هذه من دون أن تقوى عليها أي صعوبات وقد تسلحت بالصبر والرجاء في وجه التحديات تلبية لدعوة المجمع البطريركي الماروني حول إلى المارونية الذي يدعونا في التوصية رقم 3 للعمل مع لجان العائلات في الأبرشيات المارونية
لوضع مخطط رعوي للزواج والأسرة. التقت هذه العائلات اليوم لتشهد أمام الجميع أن العائلة أساس في بناء الإنسان والكنيسة والوطن. وإذا كانت الأم هي المعلمة والحاضنة والمدبرة لكل عائلة، فإن الأب هو ضابط الإيقاع ورمز الأمان ودرع الوقاية. فسلام منا لكل أب وأم يتشاركان بإخلاص ووفاء وتوحيد جهد لبناء عائلة على غرار العائلة المقدسة. إن السيد المسيح يوم علمنا الصلاة أشار علينا أن ندعو الله أبا أبانا، وكأن به لم يجد صفة تقرب الله من الإنسان أفضل من صفة الأبوة. وواضح أن الأب الصالح الذي يرعى عائلته بعناية وعدل ومحبة إنما يحقق في ذاته الإنسانية صفات الألوهة. وعلى هذا الرهان الكبير الذي نعقده على دور الأباء في بناء العائلات، حري بنا أن نقول لكل أب: كل عيد وأبوتك بخير. كما نحيي الجهود الجبارة التي يبذلها الأباء بالتعاون مع الأمهات للنهوض بالرسالة الإنسانية الفضلة، استجابة منهما لعاطفة الأبوة والأمومة النبيلتين، ووفاء لحكمة الحياة وتصميم الله. وختاما وباسم جميع الحاضرين أشكر استقبالكم لنا يا صاحب الغبطة والنيافة، كما باسم مكتب رعوية الزواج والعائلة في الدائرة البطريركية المارونية وهيئة المستشارين، نشكر عنايتكم الدائمة بالعائلة وحرصكم على تكريم آبائها وأمهاتها. وللمناسبة أشكر وأحيي كل العائلات المكرمة اليوم، والوالدين وأبناء وبنات وحفداء، وتحية خاصة أرفعها إلى إخوتنا ذوي الحاجات الخاصة، مقدراً عزمهم وإرادتهم في تحمل صليب صعوباتهم الجسدية. كما أشكر باسم الجميع إدارة محطة MTV العامرة التي تنقل وقائع هذا الاحتفال. وأشكر أيضاً المونسيور جوزيف البويري على كل دعم له في إنجاح هذا الاحتفال القيم، وهو القيم البطريركي العام. أشكر جوقة الأب يوحنا الحج، الكشاف الماروني فرع الصعود الضبي، وكل العائلات التي تعاونت معنا لإنجاح هذا الاحتفال. وما الاحتفال بعيد الأب إلا قبول علني من كل الأسرة لحضارة المحبة، وتثبيت شجاع لعهد الأمانة والتضحية والعطاء، مرددين صلاة بولس الرسول في عيده: لهذا أسوا على ركبتي للآب، فمنه تستمد كل أسرة اسمها في السماء والأرض. آمين. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. يا ضياء الآب الأزلي ربنا يسوع المسيح، يا من أنرت المسكون بتعليمك الإلهي وملأتها معرفة ببساطة رسلك، أهلنا أن نسبحك في تذكار رسوليك المختارين بطرس وبولس، ونفهم بشهادتهما أسرارك الخفية، ونحفظ وصاياك المحيية، فنؤهل للسعادة معهما، ونرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيها. Oh,
مرخمور أبونيش كهنه لنرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى الآب القدوس الذي أرسل ابنه الوحيد لخلاصنا والابن المجيد الذي اختار بطرس وبولس وملأهما حكمة وقداسة وأرسلهما للبشارة وإلى الروح القدس الذي قواهما وعددهما في جهادهما الرسلي مرخمور أبونيش كهنه الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا العيد وفي كل أيام حياتنا إلى الأبد. آمين. أيها المسيح إلهنا، يا من صرت رسول الآب إلينا ورئيس أحبار اعترافنا الرحيم الغفور، لقد اخترت لك رسلا بسطاء فحكمتهم بروحك القدوس وأرسلتهم فبشروا بالحياة والخلاص، وأكرمت بطرس وبولس الرسولين المختارين والشهيدين الحقيقيين، وجعلتهما هيكلين لحلول الروح القدس، روح الله الكلمة المتجسد. بطرس وبولس جوارتان رسعا بهما تاج البيعة المقدسة خطيبة المسيح. بطرس وبولس عصرهما الاتعاد فارتوت منهما قلوب المؤمنين. بطرس وبولس ركنان ثابتان بنيت عليهما البيعة المقدسة. والآن نسألك يا ربنا على عطر هذا البخور بشفاعتهما، انظر إلينا بعين الرحمة ولا تهملنا نحن الضارعين إليك، قو الضعفاء، داوي المرضى، اشمع الجياع، اجعل البعيدين، احفظ القريبين، سامح الخاطئين، اقبل التائبين، اغفر لإخوتنا المنتقلين. ونحن الساجدين لك ضمنا إلى رسوليك المختارين بطرس وبولس في رفقة أمك العذراء مريم وشوق الأنبياء والرسل والشهداء، لأنك الحنون الصالح فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس برخمور أبونيش كهنه الآن وإلى الأبد.
أيها الرسولان بطرس وبولس، سألناكما أن ترفعا على أيديكما عطر هذا البخور الذي قربناه في ذكراكما المباركة، فيكون بكما رائحة عذبة وذبيحة مرضية، فننال بتلباتكما غفرانا وذكرا طيبا لجميع أبناء البيعة المقدسة. برخ مربون ريش ريشوني. ونرفع المجد والشكر الآن وإلى الأبد. آمين. قديشات آلوه قديشات حين تلو قديشات لومو يخطو. قديشات آلوه قديشات حيلتون قديشات ميوته يترحم عليه. قديشات آلوه قديشات حيلتون قديشات ميوته أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحاً نقياً، ونصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد. الكون بالبشرى مجد الرب العالي نعطى النعمة الكبرى. فصل من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى أهل قرنثوس. وبارك يا رئيس الرؤساء. المجد للسيد بولس والرسول، ولتكن مراحم الله على القارئ والسامعين، على هذه الجماعة وهذه العائلات إلى الأبد. يا إخوتي، أقول وأخجل كما لو كنا ضعفاء، وأقول كجاهل إن كل ما يجرؤ عليه هؤلاء أجرؤ عليه أنا أيضاً. أهم عبرانيون؟ أنا أيضاً عبراني. أهم إسرائيليون؟ أنا أيضاً إسرائيلي. أهم نسل إبراهيم؟ أنا أيضاً نسل إبراهيم. أهم خدام للمسيح؟ أقول كمن فقد صوابه، أنا أكثر في الأتعاب، أكثر في السجون، أكثر في الضربات، أكثر جداً في أخطار الموت، أكثر بمرات كثيرة. تلقيت الجلد من اليهود 5 مرات، كل مرة 40 جلدة إلا واحدة. ضربت بالعصي 3 مرات، رجمت 1 واحدة، انكسرت بي السفينة 3 مرات، قضيت في عرض البحر ليلة ونهاراً، قمت بأسفار كثيرة، كنت في أخطار من الأنهار، أخطار من اللصوص، أخطار من أمتي، أخطار من الأمم، أخطار في المدينة، أخطار في الصحراء، أخطار في البحر، أخطار بين الإخوة الكذبة.
عانيت التعب والكد والسهر مرات كثيرة، والجوع والعطش والصوم مرات كثيرة، والبرد والعري، أضف إلى ذلك ما علي من الأعباء كل يوم والاهتمام بجميع الكنائس، من يضعف ولا أضعف أنا، ومن يقع في الخطيئة ولا أحترق أنا، وإن كان لابد من الافتخار فأنا أفتخر بأوهاني، والتسبيح لله دائما. وبارك يا رئيس الرؤساء. السلام لجميعكم. ولا روحا برخمور رشكهنا من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. إليكم كيف أعلن سمعان بطرس إيمانه بيسوع في قيصرية فيلبس. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. وجاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس وسأل تلاميذه قائلا: من يقول الناس إني أنا ابن البشر؟ أجابوا: بعضهم يقول إنك يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون إرميا، أو أحد الأنبياء. فقال لهم: وأنتم من تقولون إني هو؟ فأجاب سمعان بطرس قائلا: أنت هو المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع قائلا: طوبى لك يا سمعان ابن يونا، لأنه لا لحم ولا دم أظهر لك ذلك، بل أبي الذي في السماء. وأنا أقول لك أيضاً إنك أنت هو الصخرة، وعلى هذه الصخرة سأبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. وسأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطاً في السماء، وكل ما تحله على الأرض يكون محلولاً في السماء. حقاً والأمان لجميعكم. المسيح يسوع التسبيح والبركة من أجل كلامه الحي لنا. المسيح يسوع التسبيح والبركة. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. على هذه الصخرة أبني كنيستي. شير كونفرير لارشيفيك دو دافينيون
سيادة المطران بولس النائب البطريركي العام، الآباء الأفاضل، حضرة الرئيسة العامة والراهبات، منسق وأعضاء مكتب رعوية الزواج والعائلة، لجان العائلة في الأبرشيات، الحركات الرسولية والكشفية والجوقة والإخوة، حاملين جراح الرب يسوع المصلوب من أجل فدائنا. أيها الإخوة والأخوات الأحباء، على صخرة الإيمان بالمسيح ابن الله الحي الذي أعلنه سمعان بطرس في قيصرية فيليبوس، على هذه الصخرة بنى الرب يسوع كنيسته، وهي جماعة المؤمنين. هذه الكنيسة تحتفل اليوم بعيد القديسين الرسولين بطرس وبولس، وهما عمودا الكنيسة والشهدان بامتياز للإيمان المسيحي. هذا الإيمان ينقل إلينا أولاً في العائلة جيلاً بعد جيل، وينمو بالتربية الروحية والأخلاقية والثقافية في الرعية والمدرسة والمجتمع. وعلى هذا الإيمان تبنى كل جماعة بشرية، أكانت عائلة أم رعية أم منظمة أو أي مجتمع بشري، كما وعد المخلص والفادي الإلهي في إنجيل اليوم: على هذه الصخرة الإيمانية أبني كنيستي. يسعدنا أن نختتم اليوم معكم في هذا الكرسي البطريركي الأسبوع الذي أحيا خلاله مكتب رعوية الزواج والعائلة التابع للدوائر البطريركية عيد الأب في 21 حزيران الجاري، من خلال وسائل الإعلام تلفزيوناً وإذاعة. ففي يوم العيد 21 حزيران كان برنامج مشكور في محطة تيليوميير ونورسات حول العائلة وأهميتها في تربية الإنسان ودور الأب الأساسي فيها. وفي 23 حزيران كان برنامج عبر محطة MTV مشكورة أيضا أظهر العائلة المضحية في مواجهة التحديات بصبر ورجاء. وفي 24 من حزيران بث المكتب برنامجا في إذاعة صوت المحبة تناول دور الأب والأم في بناء العائلة على أساس من العطاء والحنان والحزم والحوار والقيادة. وها نحن في عيد القديسين الرسولين بطرس وبولس، وهو عيد الإيمان المسيحي والثبات فيه والشهادة له بحضارة المحبة، نختتم هذا الأسبوع التكريمي للأب بتكريم عائلات كما ذكر كرسي الأبات، عائلات تميزت في 4 مجالات من رسالتها: كثرة الإنجاب، تكريس الابن الوحيد أو الابنة الوحيدة للرب، شهادة إيمانية في سنة الإيمان، وتقبل تحديات الحياة بصبر كالأمراض المستعصية والحاجات الخاصة. إننا نحيي معكم جميع العاملين والعاملات في مكتب رعوية الزواج والعائلة، نحيي القيمين عليه: المنسق الأبات سمعان بو عبدو والزوجين سليم وريتا خوري، وقد دعوا لهذا الاحتفال ونظموه مشكورين. وأود بالمناسبة أن أحيي اللجنة الأسقفية للعائلة والحياة في لبنان، رئيسها وأمينها العام، كما نحيي جميع المنظمات المعنية بالعائلة وحماية الحياة، ولجان العائلة في الأبرشيات، ومراكز الإعداد للزواج، ومراكز الإصغاء، والآباء المرشدين، وجميع المحاضرين والمحسنين والأصدقاء. كلكم وكلهم نذكرهم اليوم في هذه الذبيحة المقدسة، راجين لعائلاتنا ولكم صيد الخير والنعم.
أنت هو المسيح ابن الله الحي. هكذا أعلن سمعان بن يونا إيمانه بالمسيح في قيصرية فيليبوس، فامتدح يسوع إيمانه الآتي من الآب السماوي لا من الفكر البشري والمنطق العلمي، وحول اسمه إلى بطرس أي الصخرة التي يبني عليها الكنيسة. لا يرتكز الإيمان على القوى البشرية فقط في عيش مقتضياته والصمود فيه وسط المحن والاضطهادات وفي نشره كثقافة تلج إلى ثقافات الشعوب وتحولها من الداخل كما الخميرة في العجين، بل يرتكز الإيمان على المسيح وصليب الفداء. فأعطى الرب يسوع ضمانة لمستقبل الكنيسة المبنية على الإيمان به حتى نهاية الأزمنة بقوله: وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. مهما قويت، مهما اشتدت قوى الشر في العالم، لن تتمكن من أن تقوى على الكنيسة أو تسكتها عن إعلان الحقيقة ونشر إنجيل الخلاص وإعلان سر المسيح من أجل حياة كل إنسان وخلاص الأوطان والشعوب. ولن تستطيع قوى الشر في العالم أن تعطل رسالة الكنيسة، كما يظهر مما كتب بولس الرسول إلى أهل أفسس: صلوا لأجلي لكي أعطى أن أتكلم بجرأة لأعرف سر الإنجيل الذي أنا سفيره حتى في السلاسل، وأنادي به بجرأة كما ينبغي. يدعون إيمان بطرس بالمسيح لنواجه نحن وعائلاتنا بحكمة الإنجيل وبنعمة المسيح مصاعب هذه الدنيا. لما أعطى المسيح رسوله بطرس مفاتيح ملكوت السماء ليحل ويربط، فقد أعطاه السلطان الإلهي ليعلن الحقيقة ويميزها عن الكذب والضلال. إنه سلطان التمييز بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين العدالة والظلم، بين الاستقامة والفساد، بين الإخلاص والخيانة. وهو سلطان إلهي لحل التائب من الخطايا، أما ربطها عن غير التائب فيجعله يموت في خطيئته. فلننفتح نحن وعائلاتنا لسلطان يسوع الإلهي المعطى لرعاة الكنيسة، ونخضع له لأن منه حياتنا وكرامتنا. وبولس الرسول هذا الشاهد للإيمان ومعلمه ببطولة يصور في التقليد المسيحي حاملا السيف. إنه سيف الحقيقة القاطع الذي يبدد الكذب والضلال ويحسم خلافات البشر في حقائقهم النسبية والشخصانية بإعلانه الحقيقة المطلقة المختصة بالله والإنسان والتاريخ كما أظهرها يسوع المسيح. تعالوا أيها الإخوة والأخوات، تعالوا نلتمس لنا ولعائلاتنا شجاعة بولس وغيرته على نقل إنجيل المسيح الخلاصي، وقد لقب نفسه بخادم هذا الإنجيل الذي أفرز لإعلانه. أيتها العائلات المسيحية، تدعوكم المناسبة اليوم للتبصر في طبيعة العائلة ودورها ورسالتها التي وضعها لها الله الخالق وكملها المسيح بتعليمه وقدسها رافعا شأنها بانتسابه إليها. العائلة هي أول مجتمع طبيعي أوجده الله قبل الدولة وقبل أي جماعة منظمة، ويتميز هذا المجتمع بأنه جماعة حب وحياة، لا مجرد
وحدة قانونية أو اجتماعية أو اقتصادية. وبهذه الصفة العائلة هي الخلية الحية للمجتمع التي تنقل إليه الحياة البشرية والقيم الإنسانية والأخلاقية والتقاليد الدينية والاجتماعية، وهي بالتالي مقدس الحياة، إذ فيها تقبل الحياة البشرية هبة من الله ومن الزوجين المتحدين نفساً وجسداً وروحاً، وهي التي تحافظ العائلة التي تحافظ على الحياة البشرية وتحميها وتربيها وتسهر على نموها الشامل. فبات على المجتمع الأهلي ومؤسسات الدولة أن تقوم بواجبها تجاه العائلة، تؤمن لها حقوقها الأساسية، ولا سيما السكن والعمل والطبابة والتربية، وأن تساند الوالدين في تحمل أعباء العائلة المادية والتربوية، وفي فتح آفاق المستقبل بوجه أجيالنا الطالعة، بحيث يتمكن شبابنا من البقاء في وطننا ويحققون فيه ذواتهم ويساهمون بنموه وترقيه بغنى مواهبهم وقدرة إبداعهم. والعائلة المسيحية هي كنيسة مصغرة منزلية مبنية على نعمة سر الزواج التي تجعل الله الواحد والثالوث حاضراً فيها. الآب حاضر في العائلة بمحبته وعنايته ويعتني بها، الابن حاضر فيها بنعمة خلاصه يقدسها ويشفيها من جراحها، والروح القدس حاضر فيها بحلوله يجعلها في حالة الشركة والمحبة متحدة بالله عامودياً وعائشة سعادة الوحدة بين جميع الناس أفقياً. في هذه الكنيسة البيتية العائلة ينقل الإيمان المسيحي من جيل إلى جيل، وفيها نتعلم الصلاة ونحقق سر كنيسة المسيح. إن خلاص لبنان كعائلة وطنية منوط بالعائلة الدموية الصغيرة. إننا نعاهدكم ككنيسة وكرعاة فيها، نعاهدكم بمساندة العائلة الدموية الصغيرة في كل أبعادها لكي تسلم العائلة الوطنية الكبيرة. وإن في هذه المساندة تتعاون الكنيسة ومؤسساتها مع المجتمع الأهلي ومع المؤسسات العامة ومع كل ذوي الإرادة الطيبة. وكما كرسنا منذ أسبوعين لبنان الحبيب وبلدان الشرق الأوسط لقلب مريم الطاهر في بازيليك سيدة لبنان، نكرس اليوم عائلاتنا المسيحية، بل كل عائلة، لقلب مريم الطاهر، ملتزمين بالمحافظة على قدسية العائلة واتحادها بالله وبإتمام إرادته في الحياة الزوجية والعائلية، وملتزمين باحترام قدسية الحياة البشرية منذ لحظة تكوينها في حشى الأم حتى النسمة الأخيرة التي يحددها الله وحده سيد الحياة والموت. إذا سلمت عائلاتنا الصغيرة بفضل التزامها التكريس الشخصي، تسلم العائلة اللبنانية ويسلم لبنان بفضل تكريسه لقلب مريم الطاهر التي هي تتعهد بأمومتها حاضر لبنان ومستقبله. وإنني أدعو من جديد إلى تنظيم مجموعات صلاة تلتقي أمام العذراء سيدة لبنان في حريصة في 16 من كل شهر لإعادة صلاة التكريس التي تلوناها رسمياً واحتفالياً في 16 من حزيران الجاري.
ومع العائلة المسيحية التي تلتقي في كل مساء في صلاة عائلية خاشعة، نرفع نشيد المجد والتسبيح والشكر للآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد، آمين. نؤمن بإله واحد. جلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، سواحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا الموتى والحياة في الدهر الآتي. إيت الوط مدبحي دلوه والوط دلوه دم حادي طليوت ونبسوغ الطيبوتوخ إعول البيتوخ وسغود بايكلوخ. صلى على إمة المرام ألوه قابل قربانه نترح عليه أسطوره نقدم لك يا رب الكتاب المقدس علامة إيمان الراسخ. كلامك يا رب نور وحياة. بسنة الإيمان مع الكتاب المقدس منجدد التزامنا بكلمتك، طريق لحياتنا وغذاء لنفوسنا. أعطينا نعرف نحفظها بقلبنا حتى تصير وصاياك إلنا برنامج حياتنا اليومية، من خلالها تتحول بيوتنا لكنايس صغيرة تنشر حبك بالكون. منقدم لك يا رب شمعة بتمثل عيلة، بتكرس ابنها الوحيد أو ابنتها الوحيدة للرب. مع هالشمعة رمز النور والتكرس، منقدم لك يا رب كل العائلات اللي وهبت ولادها للتكرس الكهنوتي والرهباني حتى يكونوا علامة حية لحضورك بالدنيا. ثبتن بدعوتن واجعلن منارة بتدل الناس عليك. منقدم لك يا رب صورة عائلة كبيرة مجتمعة بتمثل كثرة الإنجاب.
مع الصورة اللي بتجمع العيلة المقدسة، منقدم لك يا رب كل العائلات اللي عرفت تعيش دعوتها، دعوة القداسة بنقل الحياة للحياة وإنجاب الأبناء والبنات من دون خوف، وباتكال كبير على عينيتك بركة يا رب وزرع بقلب كل عائلاتنا تسليم لمشيئتك حتى يتحقق ملكوتك على الأرض، ملكوت الحب والأمان. منقدم لك يا رب الصليب رمز لتقبل التحديات الحياتية بصبر وإيمان. مع الصليب منقدم لك يا أبانا جميع العائلات اللي حاملة بحياتها اليومية صليب الألم الجسدي أو المعنوي، حتى تكون ألام بشركة مع ألام الرب يسوع بذخيرة إيمان ينتقلوا من خلالها للحياة بفرح ورجاء وشهادة لقيامتك من الموت. منقدم لك يا رب الخبز والخمر، أنت اللي قدمت لنا ذاتك تقدم حية على الصليب. مع هالخبز والخمر منقدم لك كل حياتنا وكل عالمنا. مع تحويل هالخبز لجسدك حولنا نحن كمان لأشخاص مقدسين قدرين نحول عالمنا المشرقي لواحة سلام وإيمان وخلاص. آمين. أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك هؤلاء من قرابين حباً لك ولاسمك القدوس. أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة، هب لهم الحياة والملكوت. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطباوية والدة الله مريم ومار يوسف البتول والقديسين الرسولين بطرس وبولس ومرمرون ومار يوحنا مارون. اذكر اللهم آباءنا وإخوتنا أحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة، عائلاتنا وكل أعضائها، أعضائها السليمة وأعضائها المريضة وأعضائها التي غابت إلى بيت الأب في السماء. نسألك ربي أن تحفظهم في الإيمان وفي الصلاة، وأن نصلي من أجل العائلة الوطنية لبنان وسائر الأوطان لكي يعيشوا جمال العائلة التي أرادها الله، متحدة في الشركة والمحبة. واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الآب إله السلام وسيد الأمان، هب لنا جميعا وأهلنا أن نعانق بعضنا بعضا في نسمة من محبتك لا تنقطع بقبلة لا غش فيها، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم يا إخوتي الأحبار الأجلاء وكهنة المسيح
وخدام الروح القدوس، ليعطي كل واحد منا السلام قريبه بمحبة وأمانة ترضي الله. لنقبل منك البركة والمعونة لضعفنا، لأنك للجميع الملجأ والمعين. برخمور بون ريشيشوني، وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. يا رب واض بوجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر، وامحو جميع مخالفاتنا. برخمور بون ريشيشوني، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. حقا إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إن نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين وقائلين. إنك القدوس اللهم الآب وكثير المراحم، لأنك بحبك للبشر أرسلت ابنك إلى العالم فتجسد من مريم البتول لخلاصنا. وبيوم هود اقدم حاشودي لمعبد حي ساب اللحم بداو قديش طول بارخ قادش واقسو يا بالتلميذ كدمار ساب أخول مني كل خون هونو داني تاو فغرو دحلف يكون وحلف ساقية ما تقسي وما تهاب حسو يطحو بوالحاية دا العلم حلمي. وخانوا عالقوس دمزغوا من حمر من مايو بارخوا قادش ويا بالتلميذ كدمار سا
سابشتاو مني كل خون هونو داني تاو دمو ديل دياتي قحداتو دحلو فيكون وحلو ساقية متشد ومتهاب حسو يطحو بوالحاية دا العلم علمي وبهذا أوصاهم وحدهم قائلا كل مرة تكملون هذه الأسرار تذكرون موتي وقيامتي حتى مجيئي نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشغل مراحمك فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاصي ومجيئك الثاني نقدم لك التسبيح مبتهلين ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطأ بل ترأف بنا وارحمنا وأشح بوجهك عن خطايانا واعضدنا لهذا تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا فلنقف مصلين خاشعين ارحمنا اللهم ارحمنا وأرسل علينا وعلى هذه القرابين روحك القدوس فيعضدنا ويسامحنا استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان فيجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا فتكون هذه الأسرار لتنقية نفوس المشتركين فيها وأجسادهم من كل خطيئة وللحياة الأبدية آمين. اقبل يا رب ابتهالنا وطلبتنا وامنح الأمان لشعبك والسلام لرعيتك واحفظ رعاتنا مار فرانسيس بابا روما ومار بشارة بطرس بطريركنا الإنطاكي وأبينا مار نصر الله وجميع الأساقف المشتركين في هذه الذبيحة الإلهية وعدد الكهنة والشمامسة وخدمة بيعتك المقدسة ليكونوا متضرعين ومتوسلين إليك عنا نسألك يا رب يا رب على نية الإيال المكرمة
يلي انعمت علي بوفرة البنين وقبول نعمتك، منصلي حتى تبقى البركة فايدة ببيوتهم وتكون انت حمايتهم. على نية العيال يلي ما عم تتجاوب مع دعوتك لإعطاء الحياة، فيد عليهم من روحك حتى يختبروا جمال مشاركتك بالخلق. على نية عيال انحرمت نعمة الإنجاب، انعم عليهم بطفل بيزرع الفرح والعيد بحياتهم، نسألك يا رب. على نية عيالنا المكرمة لأنك أنعمت عليها بدعوات، منصلي حتى تكون هالدعوات مقدسة وثابتة فيك تتبقى عيالنا منبت قديسين. على نية كل عيلة عم توقف حاجز بدرب دعوتك لأبنائها، فيد عليها من روحك يفتح قلبها وتآمن إنه هود ولادك قبل ما يكونوا ولادنا. على نية شبابنا يلي صوت العالم حاجم عنهم ندائك، فيد عليهم من روحك روح تمييز وطاعة وتجرد حتى يلبوا الدعوة ويكونوا بقلب العالم شهود لحبك، نسألك يا رب. على نية عيالنا المكرمة يلي عرفوا يتشبهوا فيك بروع عطاء سخي، منصلي حتى تعود عليهم بالمية ضعف صحة وخير وبركة ويكونوا شهادة إنهم معك كل شي بيثمر وبفيد. على نية العيال الخايفة منصلي حتى توعي دعوتها إنها خلية الحياة الأولى بالمجتمع، عطيها تربي ولادها على الإيمان المسيحي بسنة الإيمان وعلى المجانية وبساطة العيش والمشاركة. على نية كل العيال تتعرف إنها مدعوة للعطاء بكل المجالات وتفتح قلبها لتعطي من وقتها وحضورها وإصغائها، تعزي المحزون، تقبل وتخدم المريض والضعيف وتسد كل حاجة بتطرق بابها حتى تكون واحد لقاء وسلام، نسألك يا رب. منصلي إلك يا رب من أجل عيالنا المكرمة يلي حاملة بحياتها صليب الألم الجسدي أو المعنوي، خليهم يعرفوا ويشركوا ألامهم بألام ابنك يسوع المسيح الفادي ويتحملوا كل حاجاتهم الخاصة بصبر ورجاء، وكون أنت الرفيق بأوقاتهم الصعبة وما يفقدوا بنعمتك إيمانهم ورجاهم، بل يعرفوا أن نورك بينتظرون في نهاية النفق المظلم. على نية كل العم يعتني فيهم خاصة المسؤولين بأنت أخي، كافئ تعبهم يا رب بالصحة والعافية، زرع قلوبهم رحمتك وحنانك، خلي إيدك بإيدهم لتحمل لمرضاهم لمسة شفاء وعزاء، نسألك يا رب. يا رب ذكرا صالحا لأبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين الراقدين هنا وفي كل مكان، اغفر لنا ولهم الخطايا والزلات لأنهما من أحد بدون خطيئة إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران الخطايا لنا ولهم. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولموتانا فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. وَالصَّلَاةُ فِي
قربانا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبي، يا حملا صار لنفسي حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا، فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. نضرع إليك اللهم الآب معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين. لا تدخلنا يا رب في امتحان التجارب، لأننا لا قوة لنا عليها، بل نجنا من كل شر، برحم رب ريشيشوني. لأن لك الملكوت والقدرة والمجد، ولابنك الوحيد وروحك القدوس، الآن وإلى الأبد، آمين. السلام لجميعكم. سكن أمام الله الرؤوف، وأمام مذبح الغافر، وأمام جسد مخلصنا ودم المحيي لمن يتناوله، واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب الساجدين لك، المنحنين أمامك، الضارعين إليك، وأهلهم لمراحمك وغفران خطاياهم، لأنك كثير المراحم وعلى كل شيء قدير، وإليك نرفع المجد والشكر، وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس، الآن وإلى الأبد، آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزل المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد، ينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع، وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة، أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة، يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى جسد ودم سيدنا يسوع المسيح، نغفر خطايانا وللحياة الأبدية. بكل دالة يتبع
جسد المسيح عليه ارتفع جسد ابن الله ودمه الكريم جسد جسد المسيح هو دم عربون الحياة جسد المسيح هو دم عربون الحياة جسد المسيح هو دم عربون الحياة لا تعملوا للقوت الفاني بل اعملوا دائما أبدا
أيضا وأيضا بك يا رب نعترف والتسابيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا. يا محب البشر ارحمنا. ارحمنا يا رب، يا حنون، يا رحوم، يا محب البشر ارحمنا. كل الشكر لك يا إلهنا السماوي في عيدك، لأنك أبانا تحضننا بمحبتك وتنعم علينا بمواهبك الروحية والمادية، فنغتني بك ونعطي من محبتك لعائلاتنا لنكون خير مثال أمامها. كل الشكر لك يا ربنا يسوع المسيح على حبك اللامحدود لنا، علمتنا في حياتك على الأرض كيف يكون الحب الحقيقي حتى بذل الذات. شكراً لك لأنك علمتنا كيف نحيا في الحب ونعطيه لعائلاتنا من دون شروط. شكراً لك أيها الروح القدس، روح الله القدوس، على حضورك الفاعل في حياة عائلاتنا، وعلى جعلنا مرتبطين بكنيستنا ارتباط الولد بأمه. شكراً لك على تغذيتنا بقوة الإيمان الذي يجعلنا نوراً للعالم وملحاً للأرض. والشكر يا رب على كل عائلاتنا المنخرطة في حياة كنسية مقدسة تربي على روح الحب والغفران، تبادر إلى أعمال المحبة وتنقاد لعمل الروح، وتنهل من ينابيع الكتاب المقدس، وتجتهد في مسيرتها إلى تحقيق رسالتها، رسالة القداسة في قلب العالم. آمين. أيها القديس يوسف الحارس والمدبر للبيت الذي نشأ وترعرع فيه يسوع، أيها العامل الذي ما عرف الكلل وحفظ بمنتهى الأمانة ما عهد به الله إليه، احمي عائلاتنا ونورها وادفع عنها الأذى. أيتها العذراء مريم أم الكنيسة، كوني أماً لكل عائلة من عائلاتنا، لتصبح بمعونتك الدائمة كنائس منزلية يشع فيها الإيمان ويسودها الحب ويحييها الرجاء. يا خادمة الرب الأمينة، كوني مثالاً لكل فرد من أفراد عائلاتنا، ليريد ما يريده له الرب بتواضع وسخاء. يا من تألمت مع ابنك المصلوب، خففي من آلام عائلاتنا. أيها المسيح، املك على عائلاتنا وكن حاضرا فيها كما كنت في قانا الجليل، وجد عليها بالنور والفرح والقوة. أنفت بركاتك عليها لتسهم في مجيء ملكوتك، ملكوت القداسة والعدالة والمحبة والسلام. يا عائلة الناصر المقدسة التي عشت عيشة صامتة وعانيت من فقر واضطهاد وتهجير، ساعدي عائلاتنا لتقوم بأمانة بمسؤولياتها اليومية، وتتحمل بإيمان متاعب الحياة ومشقاتها، وتهتم بسخاء بحاجات الآخرين، وتتم بفرح إرادة الله. أعدد عائلاتنا في مسيرة القداسة لتكون خميرة حب ووحدة وأمانة في قلب العالم. آمين.
السلام لجميعكم. يا إله الخير والرب الرحوم والسيد الرؤوف، يا من قبلت قربان هابيل الوديع وذبيحة إبراهيم الخليل وملقي صادق الخادم وكل آباء وقرابينهم، ثم قبلت قرابين الرسل والآباء والشهداء والمؤمنين الذين أرضوك بأعمالهم، هكذا يا رب اقبل برحمتك وتحننك هذه الذبيحة المقدسة التي قدمناها، واجعل بها للخطأ غفراناً وللمرضى شفاءً ولمنكسري القلوب رجاءً وللحزان عزاءً وللموتى راحةً وللأسرى خلاصاً وللمسافرين رفيقاً وللبعيدين مرشداً وللقريبين حافظاً وللآباء والأمهات عدداً وللعائلات ازدهاراً وللبنان وعالمنا سلاماً. يمين رحمتك تبارك هذا الموضع وهذه الجماعة، اصرف عنهم يا رب الأزمنة الرديئة والأحزان الشديدة، نجهم من التجارب المهلكة، ادفع عنهم يا رب ما يؤذي أجسادهم وما يهلك نفوسهم، ويا رب انصر حكامنا المؤمنين باسمك القدوس، اغفر خطاياي وخطايا هذه الجماعة بشفاعة السيدة أم النور ومار يوسف البتول والقديسين الرسولين بطرس وبولس ومرمرون ومار يوحنا مارون وجميع القديسين، أمين. كل عيد وأنتم بخير. البي السماوي هو مصدر كل النعم، هو خالق هالكون بطاقة الحب الما لها حدود، هو خصص الإنسان يلي على صورته ومثاله بنعمة المشاركة بالخلق وأنماء الأرض وزرع شهود حاملين بقلبهم الأمانة المطلقة لمن كان في البدء الكلمة. اليوم يغبطة أبينا البطيرك وللسنة الثانية على التوالي تلتف العائلات المسيحية حول نيافتك وأمام مذبح الرب المقدس يلي شهد بيوم من الأيام كلمة النعم المباركة قالوها لبعضهم عهد، وعلى أساسها حطوا إيدهم بإيد الله وأسسوا عائلات زينت مجتمعات والكنيسة بباقات من أحلى الألوان، أريجة ما بيترك إلا الأثر الطيب، ما بيحكي إلا لغة العرفان لهالأبوة، وما ترجمت إلا وفا لأقصى حد. أمامك سيدنا 10 عائلات تجسد عيني تفتخر بها الكنيسة كما الوطن. المجموعة الأولى هي العائلات التي تميزت بوفرة الإنجاب، متلاقية مع الآية الإنجيلية: انموا وأكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها. من فئة الجيل القديم 2 عائلة. العائلة الأولى يلي بدعيها للتفضل عائلة جميل وسلمى روحانا من بلدة مزمورة بشوف أبرشية صيدا المارونية، 17 ولد. هني ثمرة حب سلمى مع شريك حياته جميل يلي انتقل لملاقات وجه الآب، رب ولادهم عالتقوى والإيمان وأعطون المثال، وهن بدورهم زينوا عائلتهم الكبيرة ب37 حفيد. هالأحفاد اليوم عم بيكملوا مشوار وأمانة والدهم جميل ووالدتهم سلمى يلي عم تفتخر فيهم، محاوطينا دايماً بالفرح. شكراً لعائلة جميل وسلمى روحانا.
العيلة الثانية يلي بدعيها تحضر حالها من الجيل القديم، عيلة صبحي وديبي مخلوف من دير الأحمر، أبرشية بعلبك دير الأحمر المارونية. تفضلوا لو سمحتوا. صبحي وديبي الله رزقهم ب13 ولد. صحيح انه الاهل من الجيل القديم، ولكن الاولاد مثل ما عم بتشوفوا اعمار متوسطه وما دون، والاحفاد عددهم 3. عائله ملتزمه حتى العظم بالكنيسه وبخدمتها وباعلاء شانها. تحيه لعائله صبحي وديبي مخلوف، وتحيه ايضا لأهل دير الأحمر ولأبرشية بعلبك دير الأحمر المارونية. شكراً لعائلة مخلوف. بعد أخذ الصورة التذكارية مع غبطة أبينا البطيرك الأب الروحي، شكراً المخلوف الكرام. الفئة الثانية هي فئة عائلات الجيل المتوسط. تتمثل هالفئة بعائلة الخوري جوزيف ويولا العنديري من بلدة عبدين في نيابة الجبة المارونية. 8 أولاد وحفيدين هن عائلة أبونا جوزيف ويولا العنديري. أبونا جوزيف المتكئ على روحانية القديس يوسف شفيع الآباء، هو كاهن في أبرشية طرابلس المارونية ومرشد عام للسجون، مع شريكة الحياة يولا عم يشهدوا ويقدموا مثال من عائلة الناصرة، وهذا بيتجسد بشكل صارخ ايضا من خلال الالتزام بعيلة مار شربل. ابونا جوزيف كان ولا يزال جندي في خدمة المسيح والانسان اينما حل. الفئة الثالثة هي فئة عائلات الجيل الجديد. بدعي للتفضل امام غبطة البطيرك الراعي لتسلم الهدية التذكارية. عيلة فيليب ونيكول غوش. فيليب ونيكول غوش من تنورين أبرشية جبيل المارونية. فيليب ونيكول الله رزقهم 9 أولاد. تسع أولاد عم بيقدموا من خلالهم أمثولة حية وحافز كتير كبير لعائلات الجيل الجديد، بأنه العيلة الكبيرة هي نعمة وكل ولد هو مشروع مستقل منحه الله هدية وبركة لكل زوج وزوجة حطوا إيدهم بإيد الله وما خافوا، لا بل كان عندهم الشجاعة المطلقة والمثالية. وهون لابد من الإشارة إلى أنه فيليب ونيكول يعيشان الالتزام الكنسي من خلال الانتساب إلى جماعة الموعوظين الجدد. المجموعة الثانية هي العائلات التي تميزت بتكرس ابن الوحيد أو بنت الوحيدة للرب، فكانوا هن الاستجابة لسؤال الرب أن يرسل فعلة لحصاده كما يقول الإنجيل المقدس. بهالفئة رح يتقدم لنيافة الكاردينال الراعي 3 عيال. العائلة الأولى هي عائلة الخوري حنة وسميرة عيد من بلدة
بزيزة في أميون أبرشية طرابلس المارونية. الله أهديهن ثلاث أولاد، صبي وبنتين، ولأنه هو زرع فيهن نعمة الكرم حبوا ولكن بتواضع إنهم يزيدوا عليه شوي، فأهدوا كل أولادهم للتكرس في رهبانيات تقدس النذور الثلاثة. الشماس جان بيير يسير على درب الكهنوت في الرهبانية المارونية المريمية، الأخت غريس والأخت ريتا في جمعية راهبات الصليب قررتا وبتلازم أن تكونا من بنات الطوباوي أبونا يعقوب، والتكرس للبذل وللخدمة. وهون لابد من الإشارة إنه أبونا حنا هو أيضاً وحيد لعائلته، تربى وربى على هالأساس، وهو اليوم معاون في رعية مرأة أنطيونس الكبير جديدة المتن، ويسبح الله بشكل مستدام من خلال جوءة خواب النغم. العائلة الثانية ضمن هالمجموعة ويلي بدعيها للتفضل أمام غبطة البطريرك هي عائلة بشارة وبهيجة معتوق من بعبدة أبرشية بيروت، صبيين وثلاث بنات وسبع أحفاد. ما في راهبات، في راهبين. الصبيين الوحيدين هن اليوم راهبين كاهنين في الرهبانية الأنطونية المارونية. الأب توفيق معتوق عميد كلية الموسيقى في الجامعة الأنطونية وقائد أوركسترا الفيلارمونيكا الوطنية، والأب زياد معتوق الذي يحضر أطروحة الدكتوراه في التربية في جامعة تورونتو في كندا. هالعائلة المباركة أعطت الأبوة للجماعة والمجتمع من خلال أبونا توفيق وأبونا زياد، وترفع رأس بهما كما الرهبانية الأنطونية. شكراً لآل معتوق. العائلة الثالثة هي عائلة منير وهدى خليل من بلدة حمانة أبرشية أنطلياس المارونية. الله طعم بصبي وحيد وبنت وحيدة. كمان ما في راهبة ولكن في راهب أبونا، وكمان بالرهبانية الأنطونية المارونية أبونا زياد خليل. أبونا زياد مرشد الجماعات العيلية في رعية مارلياس أنطلياس، وكأنه مشروع ربنا أنه يكون عم يرافق هالعيال ويحط أمامه مثال والده ووالدته منير وهدى. الله أنار دربهم وخليهن يهدوا ولدهم الوحيد ويترك كل شيء ويتبع كاهن إلى الأبد. المجموعة الثالثة هي يلي تميزت بتقبل التحديات بإيمان ورجاء، متلاقية مع الآية الإنجيلية إن حكمة الصليب عند المخلصين هي قوة الله. العائلة الأولى هي عائلة سمعان وأودات صفير من ريفون في نيابة صربة المارونية. الله رزقهم بثلاث صبيان، إلي وبيير وفيليب، وببنت هي مادونا بعمر 8 سنين. وبينما الصبيان عم يروحوا على المدرسة مثل كل الأولاد، بلشت تظهر عندهم بشكل متزامن بوادر إعاقة جسدية عامة وتصاعدية، وكأنها التجربة الكبرى. صحيح أنه هالحمل قاسي كتير، ولكن صخرة الإيمان يلي مبنية عليها العيلة ووجود سيزوبال وأنت أخي من خلال بركة يسوع ومريم ست البيت خلت هالحمل يهون على سمعان وعلى أودات يلي بطلوا يقدروا يحملوا التقل لوحدهم. إلي وبيير وفيليب هن عم بيعيشوا اليوم بمؤسسة أنت أخي ضمن برنامج داخلي، وبيروحوا مداورة على البيت بالويك أند، بيطلوا على أمهم وبيهم، بيهم يلي بيدوروا وأمهم عم بيعانوا من مشاكل صحية، ولكن بقوة الله والرجاء يلي شحنتهم فيه السيزوبال وأنت أخي
جعلت منهم شهود صارخين على منارة الإيمان، تحية كتير كبيرة لألهم. شكراً لآل صفير الكرام. العائلة الثانية ضمن نفس الفئة هي عائلة يوسف وأمال رشدان من صربة في نيابة صربة المارونية. يوسف وأمال، يوسف وأمال عندهم صبي وحيد فادي وبنت وحيدة ريتا، عاشوا معهم نفس التحدي ألا وهو ظهور الإعاقة التراجعية عند الولدين وذلك بالعمر المبكر. أساوة التجربة هانت مع سيزوبال وأنت أخي، حيث كانت المرافقة والمساعدة على تحمل التحديات الطبية والتربوية والروحية يلي ساعدتهم على تخطي جميع الصعوبات والانفتاح على كل شخص من يلي حبوهم من دون حدود، فشافوا فيهم وجه الله ورددوا بالفم الملآن. صحيح أن الإعاقة في تقدم وحالة فادي وريتا في تراجع، ولكن الرجاء هو في نمو مستمر لأن يد الرب علينا. وهون لابد من الإشارة إلى أنه فادي بيشهد لها الإيمان والرجاء من خلال شهادات حياة مؤثرة، من خلالها عم يكون رسول للمسيح. الوالدة أمال هي متطوعة اليوم بأنت أخي حيث بيت التاني وبيت ولديها الوحيدين، تحية كتير كبيرة لألهم. الفئة الرابعة والأخيرة هي العائلات التي تميزت بإيمان الراسخ بسنت الإيمان الذي يستند إلى قدرة الله لا إلى حكمة البشر كما يقول الإنجيل. عائلة جوزيف وجمانة غانم وأولادهم الثلاثة، جوزيف المتشفع الدائم لمار يوسف دفع ثمن بالحرب فقدان منزله والشاحنات مورد رزقه، تشدد بالإيمان والله فتحها بوجهه مجدداً، ولكن التجربة أتت هالمرة صحية. من خلال داء السكري بدأ جوزيف يفقد النظر شوي شوي، ثم فقد الرجلين. جمانة زوجته الملتزمة برهبنة مار فرانسيس للعلمانيين كانت خير جسر عبور لزوجها، مرافقة إياه بأشد الصعوبات لكي ينتسب إلى هذه الجماعة المصلية يلي انصهرت ببيتهم وأصبحت جزء منه. بهداك النهار قال جوزيف: لم يبق من جسدي إلا قلبي أقدمه لحبيبي يسوع. بمطلع هالسنة الحالية 2013 بدأت تتلاشى حاسة السمع عند جوزيف الذي يقول أنه رغم كل هيدا أعطى الله نعمة البصيرة الموجودة داخله وبجوهر صلاته. فتحية كتير كبيرة له ولكل العائلات اللي استعرضناها اليوم أمام غبطة أبينا البطيرك مار بشارة بطس الراعي الذي يفتخر اليوم بأبنائه أبناء الكنيسة المتجذرين والمتسلحين بدرع الإيمان وخوذة الخلاص. الإعلام وسيلة لنشر البشرى السارة للجيل الجديد. شعار وضعه مكتب رعوية الزواج والعائلة في بكركة ليكون معياراً لتكريم العاملين
في المجال الإعلامي وخاصة في تغطية النشاطات التي تطال العائلة المارونية ومنها من نكرم اليوم. هي إعلامية بارزة عرفت بمصداقيتها وشفافيتها والتزامها الكنسي الذي دفعها دون تردد إلى تبني مشروع تكريم العائلات في بكركي سنة 2012، فسارعت إلى العمل بإلقاء الضوء على إيجابية وميزة هذه العائلات ببساطة الكلمة والتقنية العالية والخبرة المعهودة، وخصصت لذلك حلقة خاصة من برنامجها الناجح تحقيق، فتكللت بإعجاب كل من شاهدها وأثنى على مهارتها بإيصال الرسالة بصدق وأمانة. كلود أبو ناظر الهندي. باسم مكتب العائلة في بكركي لك منا كل تقدير وألف شكر على تفانيك المتواصل في خدمة العائلة. أدامك الله في هذه الرسالة واقبلي منا هذا التكريم عربون محبة ووفاء. شخصية إعلامية بامتياز، إنسان مرهف تخطو الكرامة والعطاء إليه سبيلاً، يحادثك وتبقى أنت المهم في حواره، رسول الكلمة التي تدخل إلى القلب فتغيرك لتلامس الأفق. هذا ينبع من تربيته وتكوين شخصيته. أراد التكرس الرهباني فمشى على طريق الالتزام المسيحي في قلب العالم. كان رسول الكلمة مع شريكة حياته، علماني ملتزم يطل عليك بهدوئه وأحساسه، يدخلك إلى عالمه فتندهش. مساحات من الروحانية العميقة الداخلة في حنايا قلبه تضعك أمام مكرس للكلمة التي هي حب وحياة. علماني يحمل مشعل العلم والحقيقة في قلب العالم. وقف مع مكتب رعوية الزواج والعائلة في مجمل نشاطاته، حمل هم العائلة وأضاء على النماذج المكرمة من العائلات فسطع مثلها أمام الجميع. لهذا نقول له اليوم شكرا ماجد أبو هدير، لك منا كل المحبة والتقدير.
دايماً بيضل في مفاجآت يلي قاموا بكل هالجهد اليوم وكرمونا، لابد من تكريمهم. سليم وريتا خوري كمان هن رسولين بمكتب العائلة، رعاوية العائلة والزواج. حبت لجنة العائلة بأبرشية جبيل المارونية إنه يكون في لفتة لإلهم اليوم لمناسبتين: مناسبة عيد الأب عيد سليم، ومناسبة اليوبيل الفضي لزواجهم. تحية بشهادة تقدير من غبطة أبينا البطيرك الكاردينال مربشارة بطرس الراعي، تقدم إلى سليم وريتا خوري، أيضاً عرفاناً للرسالة الكبيرة والخدمة الكبيرة يلي عم بيقدوها بقلب الكنيسة، وعم يعطوا من خلالها مثال يحتذى لكل زوج وزوجة. فمبروك أيضاً لسليم وريتا وعقبال اليوبيل الذهبي. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you'd love me.